During the time in Syria, especially in Aleppo, it was a little bit tough. The last time I left Aleppo, I was kidnapped for 50 days. مستذكراً مدينته السورية حلب التي باتت منكوبة بسبب الحرب وهي التي كانت كما صنفتها اليونسكو إحدى مواقع التراث العالمي وأكبر مدن بلاد الشام خربت فيها الحرب البشر والحجر وهج معظم سكانها وسلام كنوش هو واحد منهم لجأ إلى السودان عام 2016 وكانوا يلقبونه باللاجئ أراد إثبات قدرة اللاجئين على إحداث التغيير ومنذ ذلك الحين كرس وقته ونفسه لمساعدة الآخرين هو اليوم متطوع في منظمة الإغاثة الإيطالية كوبي ويعمل لتوفير إمدادات المياه للاجئين الإثيوبيين في مخيم الحمديات في السودان I really wanted to come here. Our first mission to here, they came up with videos and photos, and I really remember the time in Aleppo. I was telling my boss that this is reminding me, I really have, if I can't do anything, let's do something. And then we came the idea of providing the water. والحرب أيضا في إثيوبيا دفعت بدورها أكثر من 43 ألف لاجئ إلى الهرب من منطقة تيغراي الإثيوبية إلى السودان. وما زال هؤلاء اللاجئون يعانون من أزمة إنسانية صعبة في المخيمات في السودان حيث أن أغلبهم ما زالوا غير مسجلين لدى الأمم المتحدة ويواجهون تحديات في بلد السودان المرهق أصلاً The need is really a big need. The gap is big and more help is really needed now here. No matter how people are here, our people organization are coming, the gap is big. إذن هو الهرب من الحرب ما جمع السورية مع الإثيوبي في مخيمات السودان لجوء في لجوء والوجع الإنساني واحد لكن الأمل في التأقلم مع الحياة الجديدة هو المنقذ الوحيد.